نعم، العملية العسكرية متواصلة ومستمرة. الطيران المسير لا يغادر الأجواء في مخيم جنين، ونرصد ربما كثافة في استخدام الطيران المسير مقارنة مع يوم أمس. عمليا العملية العسكرية لجيش الاحتلال تدخل يومها الثاني على التوالي وسط استمرار الاشتباكات والاستهدافات الإسرائيلية التي تجاوزت 20 استهدافا على الأقل في أهداف داخل مخيم جنين. كان لافتا إعلان جيش الاحتلال اليوم بأن رئيس هيئة الأركان هيرتس لهليفي دخل المخيم في ساعات الليل، لما قال عنه بيان جيش الاحتلال تفقد سير العملية. والحديث يدور مديحة عن أن جيش الاحتلال أمامه 10 أهداف هكذا يعلن لتحقيقها. الحديث عن يعني متابعة ورصد 300 مسلح في محيط مخيم جنين، بينهم 120 مسلحا معروفون لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. ربما هذه هي المؤشرات تشي بأن العملية العسكرية حتى اللحظة مستمرة، وعلى ما يبدو لن تكون نهايتها قريبة. فيما يتعلق بأعداد الشهداء الفلسطينيين، وزارة الصحة قالت بأن أعداد الشهداء وصلت إلى 10 شهداء منذ بداية العدوان على مخيم جنين هنا في المخيم، إضافة إلى أكثر من 100 إصابة، 20 منها إصابات خطيرة. الطواقم الطبية تعاني من ضغط شديد في المشافي الحكومية والخاصة في جنين، وتحاول أن تقدم في ظروف صعبة خدمات الإسعاف والطوارئ للمصابين، تحاول انتشال سواء شهداء أو حتى مصابين جراء استمرار الاشتباكات والانفجارات. المقاومة تقول بأنها مستمرة وتتصدى للاقتحامات الإسرائيلية ومحاولة التغول داخل عمق المخيم، لكن في ذات الوقت جيش الاحتلال يعلن بأنه سيواصل هذه العملية حتى هذه اللحظة دون تحديد سقف زمني. حالة النزوح التي جرت يوم أمس كانت من العلامات الفارقة في هذه العملية العسكرية لجيش الاحتلال. أكثر من 3000 فلسطيني نزحوا بعد ساعات من الحصار واستمرار العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. الهلال الأحمر الفلسطيني قام بإجلاء هذه العائلات وسط وضع إنساني خطير. ردود الفعل تتوالى على الصعيد الشعبي والرسمي، هناك إضراب شامل اليوم يعم كافة مناحي الحياة في مدن الضفة الغربية، ودعوات للتوجه لنقاط التماس والمواجهة. كل هذه التفاصيل وسير العملية العسكرية مديحة، كنا أعددنا التقرير التالي من مخيم جنين ومن قلب مدينة جنين لأبرز الأحداث التي جرت في الساعات الماضية. عبر سلسلة غارات من الجو ينفذ الاحتلال الإسرائيلي وعيده لمخيم جنين، ويبدأ عمليته الواسعة التي طالما لوح بها. تزج إسرائيل هذه المرة بأكثر من 1000 جندي من قوات النخبة، وما يزيد على 150 آلية عسكرية مصفحة وجرافات في الهجوم على المخيم، ما خلف شهداء وجرحى وإصابات خطيرة. الإصابات هذه المرة اختلفت عن الاجتياحات السابقة، معظمها كانت إصابات ناتجة عن مقذوفات صاروخية بسبب استخدام العدو الإسرائيلي للصواريخ من طريق الطائرات المسيرة، يعني مما أدى إلى أنه تكون الإصابات على يعني بالغة وإصابات متعددة وفي مناطق مختلفة من الجسم. اقتحام هو الأوسع منذ معركة جنين عام 2002، تعمد الاحتلال خلاله تدمير البنية التحتية للمخيم وإعاقة عمل طواقم الإسعاف واستهداف كل شيء. عملية لقيت مقاومة ضارية من الفصائل المسلحة التي خاضت اشتباكات عنيفة، وفجر عناصرها عبوات ناسفة مصنعة محليا في الآلية المقتحمة. العملية ما زالت العسكرية ما زالت مستمرة التي بدأت منذ صباح فجر هذا اليوم، ما زالت الطيران يجوب سماء مخيم جنين ومحافظة جنين، والآليات العسكرية ما زالت هي تحيط في مخيم جنين، وهناك تعزيز لهذه الآليات العسكرية بالدينايت بالجرافات. تصعيد يأتي وكأنه يعيد إنتاج مشهد اجتياح المخيم قبل أكثر من 20 عاما، ويفتح الباب أمام جولة تصعيد جديدة. لا صوت يعلو فوق صوت التصعيد هنا. عمليات عسكرية مستمرة وسعي حثيث من جيش الاحتلال لكسر إرادة المخيم الذي بات على موعد دائم مع الانتهاكات الإسرائيلية المستهدفة لصمود السكان. إبراهيم خلف، 3 عربي، جنين، الضفة الغربية المحتلة.